السلام عليك يا مولانا، السلام عليك يا أمير المؤمنين. في مثل هذه الليالي كان مولانا عليه السلام يتفطر في كل ليلة عند أحد أبنائه، وفي هذه الليلة كان فطوره عند زينب سلام الله عليها. فقدمت له الطعام ثم نظر إليه وقال لها: بني زينب، أتريدين أن يطيل وقوفي بين يدي الله؟ ارفعي شيئا من الطعام. فرفعت شيئا منه ثم تناول إفطارا. أخذ يسبح الله ويحمده ويشكره على نعمه، ثم خرج ورمى بنظره إلى السماء فقال: هي والله الليلة التي وعدنيها رسول الله. ثم أخذ يتقلب في فراشه ولم ينم تلك الليلة حتى قرب السحر. أراد أن يخرج من البيت إلى المسجد، أخذ يعالج الباب بيده لم ينفتح، وإذا به يقول: سلام الله عليك، اشدد حيا عزيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج سلام الله عليه وإذا بالأوز تصرخ في وجنه، توجه نحو المسجد أيقظ النائمين فيه، ثم توجه إلى ذلك اللعين، رآه نائما على بطنه أيقظا وقال له: لا تنم هذه النومة، فإنها والله نومة الشياطين. ثم اعتلى المأذن وأذن وصاح: الله أكبر، الله أكبر، حتى دخل صوته بيوت المدينة. ثم نزل من المأذن وأقام في محرابه، ولما صلى صلاة الفجر كبر.